مسجد باصونة يقع في قرية باصونة بمحافظة سوهاج مصر. تم تصميمه من قبل المهندس المعماري المصري وليد عرفة، وتم الانتهاء منه في عام 2019. يتميز المسجد بتصميمه الحديث الذي يجمع بين عناصر العمارة الإسلامية التقليدية والحديثة. يتكون المسجد من طابقين، ويتسع لأكثر من 500 مصلي. التصميم الخارجي: يتميز التصميم الخارجي للمسجد بواجهته الرخامية البيضاء التي تتخللها زخارف إسلامية دقيقة. يرتفع من أعلى المسجد مئذنة رفيعة يبلغ ارتفاعها 30 متراً. التصميم الداخلي: يتميز التصميم الداخلي للمسجد بقاعاته الفسيحة التي تتميز بارتفاع سقوفها. يحيط بالمسجد من الداخل أعمدة رخامية رفيعة تدعم القبة الرئيسية للمسجد. المواد المستخدمة: تم استخدام مجموعة متنوعة من المواد في بناء المسجد، بما في ذلك الحجر الجيري والرخام والخشب. تم استخدام الحجر الجيري في بناء الجدران الخارجية للمسجد، بينما تم استخدام الرخام في بناء الواجهة الخارجية للمسجد والقبة الرئيسية. تم استخدام الخشب في بناء الأبواب والنوافذ للمسجد. الجوائز: حصل مسجد باصونة على العديد من الجوائز، بما في ذلك جائزة عبد اللطيف الفوزان العالمية للعمارة 2019، جائزة ستون أوردز 2020. الأهمية: يعتبر مسجد باصونة تحفة معمارية حديثة تعكس التطور المعماري في مصر، كما أنه يعد مثالاً على المزج بين عناصر العمارة الإسلامية التقليدية والحديثة.